لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. انتهت فصول الحكاية في غزوة بدر الكبرى، وبقي فصل واحد، إنهم الأسرى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذن في الفداء عليه الصلاة والسلام، وبينما هو ينظر إلى الناس يفتدون أنفسهم، وإذا برسالة تأتي من مكة فيها قلادة وفيها مال، أرسلت بها زينب رضي الله عنها تفتدي ابن أبي العاص زوجها، إنها ابنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نظر صلى الله عليه وسلم إلى القلادة فحن ورق لها رقة شديدة، رق لابنته ورق صلى الله عليه وسلم لحنينه لخديجة التي أدخلت ابنتها بهذه القلادة على زوجها. فرق صلى الله عليه وسلم رقة شديدة وحن حنينا شديدا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أطلقوا لها أسيرها وردوا الذي كان لها. لم يأمرهم، جعل الخيار بيديهم، وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم ومن إحقاق الحق. وهل لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يمنعوه هذه الأمنية أو هذا الطلب أو هذه الرغبة؟ ما كان لهم إلا أن فعلوا ما أمر به صلى الله عليه وسلم. هكذا كان رسول الله يرحم أهل بيته، بناته، يحسن إليهن ويصبر عليهن ويتودد إليهن صلى الله عليه وسلم. تأتي فاطمة رضي الله عنها البضعة المباركة إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، تشتكي إليه، وقد نبأ إلى علمها أن علي رضي الله عنه خطب ابنة أبي جهل، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستجيش مشاعره، تستثير عواطفه، تقول له: يا رسول الله، إن الناس يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك. قال: وما ذاك؟ قال: بلغني أن عليا خطب ابنة أبي جهل. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة، وحزن عليها، وأسف لحالها، وصعد من فوره صلى الله عليه وسلم على منبره، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني، يعني قطعة من كبدي، يريبني ما يريبها ويحزنني ما يحزنها، فلا والله لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله تحت رجل واحد. أما إني لا أحلل حراما ولا أحرم حلالا، لكن فاطمة يحزنني ما يحزنها. هكذا دوى بها صلى الله عليه وسلم في مسمع علي رضي الله عنه. وعلي من أطوع الناس لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ترك الخطبة إكراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولبنت رسول الله، فلم يجمع معها غيرها حتى ماتت رضي الله عنها وصلى الله على أبيها. فاطمة أيها الأحبة، التي كانت إذا أقبلت على رسولنا ونبينا صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة قام لها، يقوم لابنته ثم يمشي إليها ويقول لها: مرحبا يا ابنتي، مرحبا بابنتي، ثم يمضي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بيدها ويقبلها بين عينيها ويجلسها في مكانه أو على يمينه أو على شماله. أي حفاوة وأي رعاية وأي عناية وأي حب وأي إكرام كان يجود به صلى الله عليه وسلم على بناته، على حبيباته، على تلك النطف الطاهرة المباركة رضي الله عنهن، وصلى الله على من رباهن واعتنى بهن ورحمهن، فدته نفائسنا. آه من قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أمضه الحزن، أضناه التعب على فراق بناته، متن جميعا في حياته صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة. كان ينظر صلى الله عليه وسلم إلى حبيبة قلبه، إلى صفيته من أهل الدنيا وهي تدرج في أكفانها،
لتعاين الحساب وتوسد التراب. تقول أم عطية رضي الله عنها: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل إحدى بناته وهي زينب رضي الله عنها وأرضاها، نظر إليها صلى الله عليه وسلم وهي تعيش اللحظات الأخيرة فوق الأرض، فلا تسأل عن حزنه وأسفه وكمده، ولكنه أصبر الناس على قضاء الله عز وجل. قال لأم عطية: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، اغسلنها بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني آتيكن. تقول أم عطية: فغسلناها وكفناها وآذناه، يعني دعيناه، فجاء صلى الله عليه وسلم وحل حقوه، الثوب الذي كان يرتديه صلى الله عليه وسلم وهو يباشر جسده الطيب المبارك. قال: أشعرنها فيه، يعني أدرجنها في ثوبي في بردتي هذه، أشعرنها، اجعلن هذا الثوب هو الملامس لجسدها ولبشرتها، لتنال من بركة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم حملت بين يديه وذهب بها ليصلي عليها وليوسدها التراب. هذا ألم مر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، صفحة حزينة مؤلمة في حلقات حياته المباركة عليه الصلاة والسلام، جزء من البلايا والرزايا التي نزلت به فداه أبي وأمي ونفسي. وانظروا إلى صفحة أخرى وموقف أكثر إيلاما وحزنا. تموت أم كلثوم رضي الله عنها، إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، من أصفيائه من أهل الأرض. ثم يدخل صلى الله عليه وسلم وهي تغسل وتدرج في أكفانها، ثم يمشي معها صلى الله عليه وسلم بجنازتها حتى يقف على شفير قبرها. يقول أنس بن مالك: فجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام ولاحظته، أي نظرت إليه، وإذا بالدموع في عينيه صلى الله عليه وسلم، كيف لا يبكي على حبيبة قلبه وهي قد انتهت حياتها وأزف وقت رحيلها. يقول رضي الله عنه وأرضاه: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من حوله: من لم يقارف منكم البارحة أهله، يعني من الذي لم يأتي أهله البارحة؟ فقام أبو طلحة رضي الله عنه فقال: أنا يا رسول الله. قال: انزل أنزلها، يعني انزل القبر ثم أنزلها فيه. هكذا ماتت أم كلثوم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بنات رسول الله متن جميعا، أولاد رسول الله ماتوا جميعا، فلا تسأل عن حزنه صلى الله عليه وسلم. ينظر فداه أبي وأمي ونفسي إلى إبراهيم وهو يوسد التراب، فيسح الدموع من عينيه الشريفة عليه الصلاة والسلام وهو راض بقضاء الله، ويقول: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. هو التسليم لله، لكنها نفس بشرية ورحمة في قلب خير البرية صلى الله عليه وسلم لأحباب قلبه وهم يوسدون التراب. كان يهتم بهم ويرعاهم حق الرعاية والعناية في حياته صلى الله عليه وسلم، يبذل لهم كل ما يملك، وأعظم ما كان يبذل لهن النصح لهن والدعوة لهن وتعليمهن الخير. وكان عليه الصلاة والسلام ربما يدوي بصيحته العظيمة في مسامعهن، يقول لإحداهن: يا فاطمة بنت محمد، اعملي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مال ما شئت، يعني كل ما يمكن من أمر الدنيا أنا أعطيك إياه، لكن القضية الداهية المصيبة العظيمة ماذا سيقع في يوم القيامة، لا أغني عنك من الله شيئا. فإن كان هذا خطاب رسول الله وهو أرق خلق الله وأحن العبيد وأرحم الناس ببناته بأحب الخلق إليه، فكيف يمكن أن يكون الخطاب لنا ولأبنائنا وبناتنا؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.